احنا بشارع فاروق منطقتنا لازم نعمل مدينه العاب قريبه ديادي لان من معروفه هوني تلقريما اللغد صار وصخ وما وصخ. اتمنى هنا سوينا متسع دياديات هاي ستوت يعني ما عنده يجي يقول لي ركبني ركبه اثنين بربع ركبوا امشي امر. كل عام انت بخير. وانت بالف خير. شو تقولي لنا للمصر؟ نتمنى انه يسوون لنا مدينه العاب، يعني هنا السيارات تدعمنا البحث بيت تدعمك، فنتمنى انه يسوون لنا مدينه العاب، والمشكله ما بصف واحد بصف يعني غادي، يعني نضطر انه نروح بلا كسر، فنتمنى انه يسوون لنا مدينه العاب، لازم نروح على اليسار. واحنا شنو يودينا غادي على اليسار؟ انت بالنسبه لك تساعدين امك؟ ان شاء الله. انا عم اسوي اكل واختي، بس رمضان ما عاونتوها، اختي بكره كان عندها امتحانات. الملابس هاي منو اختارها؟ امك شلون انت؟ امي. تكبرين انت تختاري الملابس لامك؟ لا هم امي، لان هي ذوقها احلى من ذوقي. شلون شفتي العيد هذا؟ والله هو حلو بس في اضرار. الريد يعني مكان للاطفال ببحدهم. يعني انتم تلعبوا حقكم؟ ايه للبنات فقط. هي حلوة بس مو يعني ما كل يعني ما زين زين. مثلا طفلة هي القداتة تجي تعبر الشارع ما راح تندعم، يعني أكيد بس يعني سدوا إذا ما تريدون هاي سدوا الشارع بيوم العيد، يعني عمود لا يندعمون، يعني نحن عمودنا يعني نريد بعد نعيش حياتنا، ما تجي طفلة هي القداتة ما تصيم كل شيء تعبر الشارع تروح تندعم. شلون العيد يا ناس؟ والله كثير جميل وطيب والألعاب زي طيبين. ايه ويعني الديادي ولاي كلها طيبين، نحن أكثر عيدنا نلعب بالنهر وبالسفينة يعني كثير طيبين. وما شاء الله زي يعني أهل الخير زي يقولون. الما عندكم الكب بلاش.